النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي في حجم فرق كبيره بنشوفها وبنسمع عنها في اوروبا، هو ده النادي الاهلي. من حقنا ان احنا، لان هو النادي الاهلي اللي عودنا على كده، يعني النادي الاهلي هو دايما اللي عود جماهيره ان هي تبقى دايما طمعانه. ما بيهمنيش بقى انا بقعد الشباب، انا كمشجع في بعض الاحيان انا كل يهمني ان النادي الاهلي يكسب، النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها التاني، النادي الاهلي هو كان الاقرب للتاهل للنهائي. ما بحسبهاش قوي ان انت ما خدتش وقت في حته الراحات، ما فيش اوقات كويسه ان الجهاز الفني يقدر يحضر ما بين الماتش والتاني. في بعض الجماهير بتاخدها كده على اساس ان انت دايما مضغوط. يعني النادي الاهلي طول عمره مضغوط، بس ما كانش بيبقى الضغط بالشكل دوت. فانا كمشجع انت اللي طمعتني، انت لعيب النادي الاهلي الكبير البطل العظيم، انت اللي طمعتني، فعشان كده انا بطلب منك المزيد، وانا عارف انك تقدر، وانا عارف انك تقدر. ان شاء الله النهارده باذن الله رب العالمين النادي الاهلي يستعيد مره اخرى الميداليه البرونزيه، ويضيف الميداليه البرونزيه الرابعه لسجله في كاس العالم للانديه. بيشرفنا الان زميل عزيز محمد الباز المحلل الرقمي. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن. ايه الاخبار حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. الارقام النهارده طبعا في صالح النادي الاهلي من البدايه. طبعا هو الارقام صحيح. كلها والتاريخ في صالح النادي الاهلي بالتاكيد، وان شاء الله ان يعني نتوج النهارده يعني على منصه التتويج، دايما متعودين النادي الاهلي يكون موجود، وان شاء الله نفرح مع بعض بالميداليه البرونزيه يا رب. احنا بنركز دايما على الخصم، يعني عشان ندي فكره للساده المشاهدين. اوراوا انا عارف الفتره اللي فاتت او الكام يوم الاخيره خلاص الاهلي هيلاعب اوراوا قبل او الثالث والرابع، فكل الناس دلوقتي مترقبه ومركزه تعرف الفريق بشكل اكبر. فاحنا يعني خلينا نقول هنفكر زي ما ميرسل كولر بيعمل ايه دايما، المدربين زي ما حضرتك عارف بيركز على اخر 4-5 مباريات بالتحديد صحيح. نبدا يحللهم بشكل مفصل رقميا وفنيا عشان يقدر يقف على نقاط القوه ونقاط الضعف عند الخصم، ويبدا ان هو يحط الاستراتيجيه بتاعته. احنا يعني خلينا نبدا باخر 5 مباريات احصائياتهم وارقامهم للفريق الياباني اوراوا. ولكن يا كابتن ايمن انا بصراحه استثنيت مباراه المان سيتي. انا كنت لسه هقول لازم نستثني المان سيتي، ما ينفعش احط ارقامها على ارقام الـ5 مباريات صح. بشكل كبير، لان ارقامها هيبقى اولا ظالمه، مش طبعًا. هيكون انديكيتور لينا بشكل كويس نحكم بشكل على الفريق واضح. وشكل صح. واضح صح. فبالتالي لان ارقام المان سيتي ارقام غريبه، انا عايز اقول لحضرتك ان الاستحواذ كان 75% للمان سيتي مقابل 25% تسديدات على المرمى، يعني حدث ولا حرج. 4 المباراه دي بره فيعني نخرجها ونستعرض مع بعض اخر 4 مباريات اللي هي قبل المان سيتي، شاملين مباراه في طبعا امام ليون في كاس العالم للانديه اللي هو فاز فيها طبعا الفريق بالظبط الاوروا، وكان في مباراتين تاني او 3 مباريات التانيين يا كابتن ايمن، 2 منهم في الشامبيونز ليج اسيا، واحده منهم في نهايه صحيح. الدوري يعني الفوز بقى ما فازوا في الاربع مباريات دول في 3 مباريات منهم، يعني ماشيين بنتائج بشكل كويس. خساره خسروا مباراه وحيده، الاهداف احرزوا 6 اهداف واستقبلوا 3 اهداف. الفريق ده دايما في الاستقبال الاهداف، وده هعرضه لحضرتك بعد الاحصائيه ديت، في الدوري وبعد نهايه الدوري عندهم او الشكل العام للدوري اقوى خط دفاع صح. استقبل 27 28 صح. هدف هنا برضو نفس الكلام، استقبل هو نهى المركز الرابع، نهى المركز الرابع متقدم على الثلاثه كمان اللي فوق في حته خط الدفاع، مظبوط خط الدفاع. وهنستعرض مع بعض الارقام الدوري عشان نفهم اكتر الفريق رقميا ماشي ازاي. اما في اخر 4 مباريات زي ما بنتكلم يا كابتن ايمن، استقبل 3 اهداف، الاهداف المتوقعه الاكس جي 7 اهداف، ده معناه ان الفريق بيوصل. احرز 6 اهداف، كان المفترض ان هو يعدي كمان الـ7 اهداف، يعني ده انديكيتور ان هو لا في تسديدات، في خطوره بيمثلها الفريق الياباني. التسديدات على المرمى في يعني اوفر اول في الاربع مباريات 59، نقدر نقول 15 تسديده في المباراه الواحده، نسبه كبيره، نسبه كبيره جدا، لان منهم من ال 15 في 4 أو 5 اون تارجت، وبقيه التسديدات يعني حوالين المرمى خارج الثلاث خشبات بيشكلوا طبعا خطوره. نكمل برضو الاحصائيات، يعني نشوف الفريق بيقف في التمريرات بالمباراه. شوف يا كابتن ايمن الفريق ده غريب جدا في التمريرات، يعني انا بشوف في بعض المباريات تلاقي التمريرات في المباراه الواحده 250 تمريره والفريق الثاني 500 وحاجه 600 وحاجه، بيسيب الاستحواذ في مباراه ويكسب الاستحواذ في مباراه ثانيه. مظبوط، يعني في مباراه في الكونسودي اللي هو النطق بالياباني، يعني كان الاستحواذ 36% لصالحهم والباقي كله اللي هو مثلا 64% للفريق الثاني، وفاز في النهايه 2-0 الفريق الياباني الاوروا فاز في النهائي. يعني فعلا غريب، لان ارقام في الاربع مباريات 450 تمريره،
ده مش حكم ان الفريق ده ماشي بشكل ستيبل هو نفس الطريقه، لا كل مباراه بيلعب مختلف بطريقه مختلفه تمام، وكل مباراه ارقامها مختلفه عن الارقام بتاعه المباراه الثانيه. فعشان ده لازم نوضح في الاربع مباريات، مره 250 مره 270 مره 350 والفريق الثاني، ولكن الدقه عندهم 85%، ده رقم كويس جدا والمتوسط ان هم بيمرروا الكوره بشكل كويس جدا وبيعملوا بيلد اب، وهنستعرض بعض الحالات بيعملوها بشكل كويس جدا. الاستحواذ ده الافري زي ما قلت لحضرتك 50% متوسط اربع مباريات، لان في مباراه 25 مباراه 30 وهكذا. خساره الكره بالمباراه 95 مره، يعني بيخسروا الكره في المباراه الواحده 95 مره. عايز اقول لحضرتك لما بصينا اكتر مكان في الثالث ثلاث، لو نقسم الملعب ثلث هجومي ثالث اوسط، اكتر مكان بيخسر فيه الكره في الثالث الاوسط. في الثالث الاوسط بيخسر الكره، اما الريكفري او استعاده الكره 85 من الثالث الدفاعي عندهم. ليه؟ لان الفريق الثاني بيلعب عليهم ضغط عالي وبتاع، فدايما الارقام بتقول لك لا هم في الفريق بيكون مركزين جدا في قطع الكوره، بيكسبوا الثنائيات بشكل كويس جدا. لما نتكلم في 95 الدقه 45 95 بالمره في المباراه الواحده بيكسبوا الكوره او يعني الثنائيات والالتحامات، فبالنسبه للرقم 45% ده رقم كويس جدا برضو للفريق دوت. فالارقام في الاربع مباريات تقول لك زي ما قلنا مختلفه، ولكن بيوضح ان الفريق ده بيلعب دفاعيا بشكل منظم جدا، سريع جدا في التحولات، سريع جدا تلاقيهم بيضيقوا المساحات عشان نعكس ده في ارض الملعب، يعني قصيرين القامه وتلاقيهم دايما خفاف في الحركه، فدايما بيعملوا تكتلات زي ما بنقول احنا بالظبط، يعني فده بتتعب شويه الفرق اللي هي بتلعب ضغط عالي او استحواذ اكتر، فبشويه الفريق مش مفهوم. فده بشكل عام. تعال بص بصه سريعه على ارقام الدوري، لان الارقام الدوري برضو بتدينا بعض الانديكيتور من اخر اربع او خمس مباريات. زي ما حضرتك قلت بالظبط، يعني هو المركز الرابع ب 57 نقطه، له 42 هدف، يعني 42 هدف من سبعه من 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 الدوري كل ده، على فكره رقم كويس جدا، يعني تقريبا الرابع او الخامس من الناحيه الهجوميه على المستوى الدوري الياباني. دخل فيه طبعا 27 استقبل 27 هدف، زي ما قلنا اقوى خط دفاع. متوسط الاستحواذ عنده 52%، ماشي استقبل 27 هدف زي ما قلنا. ان نكمل، متوسط الاعمار عندهم 29 عام. الاهداف المستقبل المتوقعه كان ممكن يستقبل 34 هدف، يعني اكتر من ال 27، ولكن كان في انقاذات وفي شباك نظيفه ودفاع منظم. الاهداف المحرزه قلنا 42، ماشي. الاهداف الاكس جي المتوقعه كان 44، هم كان المفروض يحرزوا اكتر من كده شويه مش كتير. التسديدات بالمباراه زي ما قلنا 11، وايضا اتصل ل 15 في المباراه، اذا بيوصلوا وبيسددوا على المرمى. العرضيات هنا بقى 447 عرضيه في يعني 12 عرضيه بالمباراه. خلي بالك في الرقم اللي هو الاهداف المحرزه 42، الاهداف المتوقعه 44، ده يعني ده ما بيضيعوش بالظبط. يعني الفينشنج عندهم الفينش هايل عندهم، صح طبعا مظبوط. حتى دقه، حتى عدد التمريرات سوري التسديدات على اون تارجت عالي، يعني 4 5 6 من توتال 12 15 بالزبط. او 11، فلا الفريق ده في حاجه لازم نركز عليهم، ما نديهمش الفرص ان هم يوصلوا عند المرمى ويسددوا. العرضيات عندهم زي ما بنتكلم كده، المراوغات عندهم على فكره دريبلينج كويس، يعني في بعض اللعيبه عشان صراع بيحط الكره تحت رجله بيتحرك بشكل كويس. الركنيات بالمباراه اربع ركنيات، يعني عايز اقول لحضرتك بالمناسبه هم من الاربع ركنيات احرزوا هدف واحد بس من ركنيه، ومن السبق من 42 هدف في الدوري احرزوا ثلاث اهداف بالراس. بالراس هم قصير الالتحامات ديت، فدي ميزه لينا، عارفين ان هم ما بيشكلوش خطوره من الركنيات او من الكرات العرضيه. بس خطورتهم بقى بتيجي منين؟ هنتكلم فيها في الكرات الطوليه، يعني هم ركنيات بالمباراه عليهم، يعني معظم بالمتوسط بيتعمل عليهم خمس ركنيات من الخصم، ضربات جزاء 8، تسديدات عليهم بالمباراه، يعني بيستقبلوا تسديدات يعني يصل لتسع تسديدات في المباراه الواحده، بيعملوا بلوك بشكل كويس جدا على فكره، يعني 94 مره ب 30%. يعني هو انا عارف ان الارقام بتاعه الدوري فيه حاجات فنيه كتيره جدا، ولكن عايز اقف على التمريرات الطوليه. اللونج بولز بيعملوها يعني بشكل مخيف جدا، يعني 45 مره في المباراه الواحده، وهنبص في الحالات بيعملوها ازاي. يعني الارقام بتقول لنا اي حد يتخيل من الكرات الطوليه كابتن ايمن ان هم بيلعبوها من خلف الامام مثلا بشكل صحيح. مثلا على الاطراف بشكل اكبر، لان الاطراف بيبقى فيها مساحات، خاصه يعني معظم الفرق بتضمن دقه الكرات الطوليه في الحته دي. ولكن هنا معانا خريطه حراريه مثلا بتوضح لا الفريق ده بيلعب دايما الاختراقات من العمق، يعني معظم الارقام بتقول لنا ان خد بالك ان هو بيخترق من العمق، بيلعب كرات شورت باسس ارضيه، وبيلعب حتى اللونج بول بيسقطها ان هو يلعبها. بس هو مميز برضو خلي بالك في العرضيات، يعني العرضيات عنده مخيفه،
هي كتيرة، صعبة جدا، كتيرة، كتيرة بس جدا. الدقة واحراز الاهداف منها زي ما قلنا 3 اهداف من ال 42 هدف بالرأس. فمش كتيرة حتى، يعني الركنيات واحدة بس جابوا منها جون. فهم كتيرة فعلا رقميا بس مفيش خطورة بشكل كبير جدا. عايز اقول لحضرتك هنستعرض الصورة اللي بتورينا الاختراقات عشان نوضح، وعلى فكرة ده اللي عملوه حتى امام مان سيتي وامام ليون. يعني شفنا بيعملوا الشورت باسس ويخترقوا من العمق بشكل كبير جدا، بيلعبوها كويس جدا. الخريطة الحرارية بتورينا هو كابتن ايمن ده المباراة كانت امام ليون. شوف الاطراف مش كتير، شغلها يعني بسيط جدا. شغلها بسيط، العمق 75% يعني كتير جدا، حتى الاكس جي من التهديدات من العمق تصل الى هدف مقارنه بالاطراف. الدوري بقى بيقول لنا ان هم من الاطراف بيلعبوا ناحيه اليمين عرضات كتير جدا من ناحيه اليمين. مزبوط. شغلهم كله هناك، ده رقميا زي ما قلنا. يعني ده كده شكل عام. نبص برده سريعا جدا على صور، يعني مش هنقف عند يعني مثلا هنا زي ما بقول لك كابتن، من نقاط الضعف عندهم مشكله في التمركز والرقابه. يعني في 4 لعيبه هنا، شوف ناحيه اليمين اقصى اليمين اللاعب فاضي تماما. بص على الكوره، في الدوري بص على الكوره واتلعبت بسرعه، يعني مشي بسرعه الصور. هتلاقي الكوره راحت له، ويعني الثلاثه بيبصوا للكوره زي ما حضرتك بتقول، مفيش اي رقابه بشكل دقيق. لو هنكمل خلاص هو اتلعبت واحرز هدف خلاص، يعني مواجهه المرمى. خش بقى على البيلد اب عندهم. عايز اقول لحضرتك كنا بنتكلم طريقه اللعب عندهم 4-2-3-1، ده على الورق، ودايما بيلعبوا مثلا 4-1-4-1 بنشوفها بتحوله. بس عايز اقول لحضرتك ان دايما حتى في البيلد اب هتلاقي الاثنين السنتر باكس اللي قلب دفاع بيقفوا بالشكل ده، وتلاقي 4 ثم 4 قلبوها 2-4-4، حاجه غريبه. ودايما البيلد اب طبعا بيبداوا فيه من ناحيه الشمال، الراجل الباك الشمال ده بيزيد، وناحيه الباك اليمين برضه الاظهره بيزيدوا بشكل كويس، بيلاقي الملعب مقفول، يا اما يحول الناحيه الثانيه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. نفس الكلام نفس الشكل. بص يا كابتن ايمن هتلاقي دايما كده الاثنين بيخشوا بيعملوا البيلد اب 26، ده طبعا يوسي اللي هو الراجل الباك الشمال ده دايما بيزيد، ودايما كل لمسه من احسن اللعيبه اللي بتعمل في التمريرات وممرر كويس جدا. نفس الشكل اهوت، هتلاقي 2 ورا، هتلاقي 4 ثم 4 قدام بيعملوها بشكل كويس جدا. يعني افضل لعيب عندهم اللي اسمه شولتس الالماني دوت، الراجل ده سنتر باك، احسن ممرر فيهم، احسن حد بيعمل كروسات، احسن حد بيقطع الكوره، احسن واحد بيعمل اللونج بول، اكتر واحد رقميا منهم هو اوفاوا، ده راجل في نص الملعب اللي هو 6 بيبقى بوكس تو بوكس وبيعمل خطوره، واحسن ممرر عندهم بالارقام. يعني ده شكل عام عن النهارده فريقنا باذن الله يتوج بالبرونزيه ونكسر كل بقى الارقام، كلنا منتظرين. وبعد المباراه عندنا شويه بقى ارقام يعني تكمل بالفرحه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله منتظرين، ان شاء الله باذن الله لحد بعد المباراه ان شاء الله البرونزيه الرابعه باذن الله. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جدا. طبعا زي ما شفتوا حضراتكم الارقام، لو اتكلمنا عن اوراوا والنادي الاهلي خلاص الباز اتكلم عن اوراوا وماتشات اوراوا والارقام في المباريات، انما لو اتكلمنا عن النادي الاهلي واوراوا الياباني لا، النادي الاهلي في حته تانية خالص. ولكن